القاهرة تقدم ولا بيوصل ولا بيتوب ولا بيرجع ولا بيجي ولا بيوصل ولا بيتوب ولا بيرجع ولا بيجي إن السؤال مازال ما جاش عليه الرد من قد ايه والفي ما قالش عمره الحد ولا بيوصل. عروس النيل اشراف علي مراد، تأليف محمد هاشم علاء عبد القادر، ونقطة المية مايا هي علا رامي، وخلاويص هي منى بطاش، إخراج نسرين لطفي. أصدقائي حبايب النيل، فخر مصر ومستقبلها، وحشتوني قوي. إيه نسيتوني؟ أنا خلاويص عروسة النيل، أنا رجعت لكم وجاية لكم بالأحباب صافي وداليا وأصدقاء تانية كتير علشان نحكي لكم حكايات عن النيل واللي بيجرى ليه وكمان اللي بيحافظ عليه، ولكل رواية جايزة بتقدمها لكم وزارة الموارد المائية والري، واللي كل همها حماية النيل ونقطة المية اللي هو أنا طبعا. أكيد طبعا يا مايا. اوعي تكوني نسيتيني. عايزة أقول لكم يا صحابي إن أنا معايا ليكم فجأتي كمان هي مايا، نقطة المية اللي محدش يقدر يستغنى عنها. أصدقائي ليكم عندي مفاجأة. مفاجأة إيه؟ أنا كمان ليكم عندي مفاجأة. استني يا مايا، اللي منكم عنده تجربة مع النيل بس تكون حقيقية يكتبها ويبعتها لي، ولو عجبتني أنا كمان اوعوا، ولو عجبت مايا كمان هتكرموا الوزارة على طول، وأنا والنيل ومايا هنفرح بيه جدا. يلا يا صحابي هنبدأ اللقاء. وانا معاكو طبعا، ومعانا ماي، بس اوعوا تبعدوا عن الراديو اوعوا. يلا هنبدأ حالا. ماي يا ماي. نعم يا خلاويص. ايه انت مختفية فين؟ بقالي اسبوع ما شفتكيش. كنت بشوف اخواتي نقط الماي في اماكن مختلفة من نهر النيل واطمن عليهم. انت اجمل نقطة ماي عرفتها في حياتي. وانت يا خلاويص اخر واجمل عروس نيل. ياه بقولك ايه، لو كل الناس تعرف قد ايه انا مهمة ليهم. ياه هو في حد ما يعرفش قد ايه انت مهمة يا مايا؟ طب قوليلي ازاي هم عارفين اني مهمة ومش مهتمين بيا بالشكل ده؟ ازاي يعني؟ فهميني بس، اهدي شوية وانت بتتكلمي. يعني لما الاقي حد من اصدقائك فاتح الحنفية وسايبها تنقط على الفاضي كده يبقوا هم عارفين امتي ومهتمين بيا؟ لا طبعا. ولما حد تاني من الناس بيرميني على الارض من غير سبب يرضيكي كده يا خلاويص؟ لا طبعا ما يرضينيش، بس مش كل الناس ومش كل اصدقائي. ده غير بقى اللي بيرموا في نهر النيل ورق وسجاير وحاجات غريبة قوي، وكمان عايزيني أكون عندهم في البيت نظيفة وكمان رايقة. طبعا بس انت دايما حلوة ونظيفة. ده أنا مهمة ليهم والجسمهم والعقلهم والحياتهم. انت زعلانة قوي يا مايا. انا حسيب النهر واروح حتة تانية. لا لا هتروحي فين؟ مش كل الاصدقاء بيعملوا كده. انا عندي اصدقائي من البشر داليا وصافي عارفين قيمتك كويس وبيحبوكي وكمان بيحافظوا على نهر النيل. مين بقى داليا وصافي؟ ياه دول حكاية حلوة قوي يا مايا، اجمل حكاية في حياتي. طيب ممكن اعرفها؟ طبعا. شوف يا ماي، كنت في يوم بتمشى في مية النهر زي عادتي، وانا معديه من جنب مبنى الاذاعه والتلفزيون في ماسبيرو كان فيه بنتين صافي وداليا بيصطادوا سمك على ضفاف النهر، واتعرفت عليهم كده مره واحده. ما خفتيش منهم؟ لا خالص، دول حلوين قوي. ها وبعدين كملي. لما اتعرفت عليهم وبقينا اصحاب وبقابلهم كتير طلبوا حاجه غريبه قوي. ايه طلبوا ايه؟ عارفه طلبوا ايه يا مايا؟ ايه؟ كانوا عايزين يتحولوا عرايس نيل صغيرين زيي وينزلوا النهر معايا. ياه وعملت ايه؟ عملت ايه؟ رحت للنيل علشان استاذن. يا نهر النيل العظيم محلاك. أنا النيل حبيب كل المصريين. ممكن أستأذنك في أمر بسيط؟ اتكلمي أنا بسمعك. ليه أصدقاء من البشر صافي وداليا
نفسهم ينزلوا معايا ويكونوا ضيوف عندك، وانا عارفة انت قد ايه كريم يا نيل. انا مقدرش ارفض ليكي طلب، بس انت عارفة ان البشر ما بيحافظوش عليا وبيرموا فيا اللي بيلوثني، وصافي وداليا منهم. لا لا، دول لا، دول بيحبوك وحيحافظوا عليك. خلاص يا خلاص، اذا كان كده يبقى يقدروا ينزلوا معاكي، بس من غير ما يغرقوا. لازم يعرفوا، لازم يعملوا. يعرفوا ايه ويعملوا ايه؟ ورد النيل. ورد النيل ازاي؟ يعملوا ايه يعني؟ كل واحدة تقطع 3 وردات ويعصروها كويس ويغلوها بمية النيل ويشربوها؟ علشان يعرفوا يعيشوا في المية زي السمك لازم يعملوا كده. علشان البشر ما بيعرفوش يتنفسوا في المية لازم يتحولوا، وبعد ما يشربوا هيبقوا زي السمك ليهم زعانف وينزلوا معاكي. بس كده؟ لازم يسمعوا كلام، فاهمة؟ فاهمة يا خلاويص؟ لازم يسمعوا كلام. طب يعرفوا ايه؟ يعرفوا ايه؟ قوليلهم ازاي يحافظوا عليا. شفتي؟ النيل كمان زعلان من البشر. لا بس انا قدرت اقنعه. ولما نزلوا معاك النيل ايه اللي حصل؟ شافوا التلوث اللي موجود في النيل. وكان رأيهم ايه؟ كانوا زعلانين جدا. ها وعملتوا ايه؟ ياه، رحنا في كل مكان بيمر فيه النيل وعرفوا حاجات مهمة، وكمان رحت عندهم البيت وعشت معهم في رمضان. ياه، رمضان في مصر حاجة تانية خالص بجد. مصر ام الدنيا. الله، انا بحب مصر قوي. عارفة يا مايا، وحشوني قوي داليا وصافي، نفسي اشوفهم. وانا كمان نفسي اتعرف عليهم، لانهم طلعوا حلوين وعارفين اهميتي وكمان بيحافظوا على النيل. لازم كلنا نعرف ان نقطة المية مهمة، والنقطة اللي قدامنا النهاردة بسهولة لو ضاعت مننا هدر هنندم عليها. هو انا ممكن اعيش من غير مية؟ ده انا مو عارفة يا خلاويص ان في بلاد كتير فيها جفاف ومش لاقيني انا نقطه الميه، وهم عارفين قيمتي كويس قوي. كلنا عارفين قيمتك وبنحبك وما نقدرش نستغنى عنك. وسؤال حلقه اليوم، ما اهميه نقطه الميه في حياتنا؟ اصدقائي، اللي هيعرف الإجابة يبعت لنا بسرعة على هذا العنوان: وزارة الموارد المائية والري، شارع كورنيش النيل إمبابة، طريق الزعيم جمال عبد الناصر الجيزة، والرقم البريدي 12666، يعني 12666، إدارة التوعية والإرشاد المائي الدور الأول، وعلى الفيسبوك جروب عروسة النيل، وبرضو على الإيميل water.community@yahoo.com. وعلى فكرة اللي حيفوز هياخد 100 جنيه في كل حلقة. حظ سعيد لكل أصدقائي. تفوت أيام، تموت أحلام، تعدي شهور، تدور الأرض والدنيا وهو يدور، ولسه بيجري ويعافر، ولسه عيونه بتسافر، ولسه قلبه لم يتعب من المشاوير.